السلام عليكم الحبيبات ديالي اخواتي واخوتي وكل متتبعي قناتي وصفاء فين ما كنتو. اليوم ان شاء الله جبت لكم اقتراح اللي سميتو فطيره البسطيله الكذابه. عطيت هاد السميه لحقاش في المذاق كتجي كالمذاق ديال البسطيله. شنو هي؟ غادي نديروها احنا بعجينه وما غاديش نديرو فيها اللوز، يعني ما غاديش نديروها حلوه، غادي تجي فطيره مالحه كتجي هائله. ديروها مع حريره مع لاصو بالعشاء، كتجي فريمون بنينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بالطريقه ديالي. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نديرو لاباط او العجينه. هنا 300 غرام ديال الفرينه، عبروا 3 ديال الكيسان تاع الفرينه، وخديت خميره ديال الحلوه 7 غرام. هنا درت 3 ديال المعالق نتاع لا مايزينا الا كانت متوفره، ما كانتش متوفره ديروا 3 ديال المعالق نتاع الحليب بودره، ما كانش متوفر ديروا ياغورت طبيعي، ما كانش عجنوا العجينه ديالكم بالحليب هكا باش تحصلوا على عجينه زوينه. عطيتكم اقتراحات اللي كان متوفر في الدار. نحتاجوا معلقه صغيره خميره ديال الخبز، سكر ومليحه. اول حاجه غادي نخلط النواشف. درت الخميره، درت لا مايزينا، ندير واحد المعلقه ديال الملح ومعلقه ديال السكر. نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز لحقاش ما غاديش نحتاج نخمر هاد العجينه، فقط نخليها ترتاح. غادي ندير واحد ربع كاس ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه، تقريبا زوج معالق زيت زيتون زوج معالق زيت عاديه، خلطوا بيناتهم. وغادي نجمع هاد العجينه بالماء يكون شويه دافي، نجمعها حتى كنحصل على عجينه طريه. ما نقصحوش العجينه ديالنا، اي نوع نتاع العجين تاع الفطائر العجينه ديالكم ما تقصحوهاش هكا باش يجيوكم تجي خفيفه الفطيره ديالكم، ما تجيش ملكزه ايتو. صافي غادي نجمع هكا العجينه تدريجيا. كما قلت لكم الا ما درتوش لا مايزينا ولا الحليب بودره ولا الياغورت الطبيعي، من الاحسن تجمعوها بالحليب هكا لحقاش هادو كاع يتسموا محسنات نتاع الخبز نتاع الدقيق. اتفقنا البنات؟ صافي هنا ملي جمعت لاباط ديالي غادي نرش سطح العمل بشويه نتاع الفرينه، ننزلها وندلكها شويه، ماشي ضروري تدلكوها بزاف بزاف، فقط حتى كتحسوها ولات طريه ولات واحد العجينه متماسكه مع بعضياتها بهذه الطريقه. انا دائما كنفضل نخدم على سطح العمل حسن ما كنخدم في الاناء، هكا كنتحكم في العجينه وكندلكها بسهوله. غادي نقسمها على اثنين ونخليها ترتاح على جانب ونمشيو نشوفوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه غادي تكون في ذوق نتاع البسطيله. علاش سميتها الفطيره البسطيله الكذابه؟ غادي نحتاجو فيها، تبعوا معايا المقادير وان شاء الله غادي تطلع لكم بنينه بنينه. غادي نحتاجو، درت واحد الطنجره هكا ولا اللي بغيتو، درت فيها جوج بصلات كبار قطعتهم شلطتهم هكا كما راكم تشوفوا مقطعين ودرتهم في الطنجره. الا بغيتو ديروا الكوكوت ولا بغيتو ديروا غير مقله، انا غادي نستعمل الدجاج في الصاغ غادي يطيب ما غاديش ياخذ لي وقت طويل. درت جوج بصلات كبار ودرت معاهم، غادي نحتاج معاهم جوج معالق كبار نتاع المعدنوس يكون طري مقطع، جوج فصوصه نتاع الثوم محكوكين، وعندي كميه نتاع الدجاج. من ما بغيتو الدجاج، بغيتو من الفخاد، بغيتو من اللي كان عندكم في الدار. انا درت هنايا الصدر ديال الدجاج قطعته هكا، قطعوه يعني عشوائيا ماشي ضروري تقطيعهم حيت غادي نطيبوه ونفرتوه. كما قلت لكم الدجاج كيبقى اختياري. في التوابل غادي تبعوا معايا، عندي القرفه راس معلقه قرفه، فلفل اسود، شويه نتاع الخرقوم، شويه نتاع سكينجبير. هادو هما المقادير اللي غادي ندير. وغادي نحتاج واحد شويه نتاع الزيت، تقريبا واحد 3 معالق نتاع الزيت. انا استعملت غير الزيت العاديه ما بغيتش ندير زيت العود. خديت درت 3 معالق تاع الزيت فوق البصله، ضفت هذاك الدجاج، ضفت المعدنوس وضفت الثوم، ندير الملح عينكم ميزانكم، وندير كذلك معلقه صغيره نتاع سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه نتاع القرفه، وراس معلقه نتاع فلفل اسود، ونديرهم على النار يتقلاو مزيان مزيان حتى كيتجانسوا هاد المقادير مع بعضياتهم. نقليهم، ملي يتقلاو ندير واحد شويه نتاع الماء على حسب ما كنغطيهم وكنخليهم يطيبوا، ما تكثروش الماء على حسب شتو الكميه اللي درت، نغطي ونخلي حتى الدجاج ديالي يطيب. اتفقنا؟ يعني راه قضيه سهله وغادي تجيكم بنينه بزاف البنات بهذه الطريقه هذه، ونخليه يطيب على خاطر خواطرو. صافي ملي طابنا كيما شتو شرب، ما شربش عاد بزاف، راني غادي عاد نخليه يشرب. غادي نحيد هذاك لي مورسو ديال الدجاج اللي درت، نحيدهم بهذه الطريقه هذه كاملين، ونفرتتهم. خدوا واحد الفرشيطه وفرتتوهم كاملين كما كنديروا البسطيله، الدجاج تاع البسطيله كناخذهم وكنفرتتهم كاملين، كنحيد الا كاين شي عظومه الا كاين شي جلود كاع كنحيدوهم.
غادي نكمل بهذه الكيفيه حتى نفتتها كامل هذه الكميه اللي عندي بهذه الطريقه هذه. وهذاك البصله اللي بقات لنا في الطنجره غادي نردوها على النار، وغادي نضيف عليها زوج نتاع البيضات مدربين، زوج تاع البيضات نتاع مدربين نضيفهم. او ميم طون حنا كنخلطوا، ما كتخليوش هذاك البيض حتى كيولي لكم بحال الاومليطا، لا بحال اللي كنديروا البسطيله كنبديو كنخلطوا كنخلطوا حتى كيطيب لنا هذاك البيض، وهو كيطيب مفرتت ما كيطيب لناش مجموع بهذه الطريقه هذه. غادي نبقى نخلط على النار يلا واحد زوج دقائق ولا ثلاثه، هو بدا كيطيب، ملي بدا كيطيب وبدا كيشرب كنضيف عليه هذاك الدجاج اللي فردتو كنضيفو عليه. صافي نخلطهم حتى كيتشربوا لي يشربوا لي ما يبقاش فيهم المرق عفوا بهذه الطريقه. صافي ونحيدهم، ها هي الحشوه ديالنا واجده وكتجي لذيذه بزاف البنات. غادي ناخذ العجينه الاولى اللي درنا ياك وقسمناها على زوج، نسرح الاولى بشويه نتاع الزيت نسرحها هكا تكون كبيره هكا باش يجيكم العجين ديالكم مورق. ملي سرحتها خديت شويه نتاع الزبده مذوبه درتها فيها في الوسط بهذه الطريقه، وغادي نطويها على اربعه بحال اللي غادي نطويو مسمن، نطويها على اربعه وكنفرقوها بالزبده بهذا الشكل. نحيد الاولى على جنب ونعاود للثانيه، حنا دايرين غير زوج، نجيب الثانيه وندير لها نفس الطريقه، نسرحها بالزيت ونورقها بالزبده، نطويها بالزبده. صافي ملي طويتهم هكا على شكل مسمنه كناخذوا الاولى اللي بدينا بها تكون ارتاحت وكنسرحوها على شكل مستطيل، اما تعاونوا بالدلاك ولا غير بيديكم، انا غادي نعاون بالدلاك. انا غادي نديرها مستطيل لحقاش غادي نستعمل الصينيه نتاع الفران اللي مستطيله، ندير على حجم الصينيه غادي تشوفوا معايا اي حجم ديروه ماشي مشكل. غادي نسرحها هكا على الصينيه اما تدهنوها ولا تفرشوها ورق الزبده، ونفس الشيء للثانيه حتى هي كنسرحوها طويله وكنحيدوها على جانب باش نغطيو بها. هذه هي اللي درنا الاولى كناخدوها وكنعمروها بالحشو اللي وجدنا، وفي عوض ما غادي نديروا اللوز كيما البسطيله انا غادي ندير الجبن او الفروماج، تقدروا تخليوها غير هكا غادي تجيكم بنينه. انا بغيت نضيف الفروماج اي نوع تاع الفروماج، انا غادي نستعمل الادام وكنرابي من فوقها الفروماج هكا بهذه الطريقه هذه، وكنغطي بهذيك الثانيه اللي كنا سرحناها كنغطي وكنضغط مع الجوانب هكا باش ما كيتحلناش، عاد كنكمل له كنولي نقرصها على الحجم تاع الصينيه هكا مزيان. يعني طريقه سهله، غادي خديت واحد البيضه ودهنتها باش كتعطيني هذاك اللون اللي زويون من الفوق، وخديت موس وبديت كنفلح فيها، غير فلحوها ماشي تقطعوا غير فلحوا هكا الفطيره ديالكم ما كت تنفخ لكمش في الفران ولا كتجي زوينه. وكما قلت لكم ما غاديش تحتاجوا تخمروها، غير كتصاوبوها كما وريتكم صافي وكتدفعوها للفران. غادي ندخلها للفران البنات حتى كتحمر لي من التحت، من بعد كنخليو الوجه ديالها يحمر صافي. وهي الفطيره ديالي واجده طايبه وريحه ديالها زوينه بهاد الطريقه هادي، شفتوا كيفاش حمارت وما نتفخت لنا ما والو جات هائله. غادي نقطعوها، انا كنفضل نقطعها مربعات كتجي مقرمله واحد كتجي زعما زوينه بزاف. قطعوها مربعات هكا تقدموها كما قلت لكم مع لاسوب مع حريره ولا بوحدها ديروها هكا للعشاء، ولا حتى في الكوتي غادي تجيكم زوينه مع اتاي هكا اللي بغات دير به كوتي به عشاء. شي مره كنديرو هكا، انا شحال مره في الكوتي كندير شي حاجه هكا معمره بها كنديرو الكوتي بها كنتعشى وصافي ما كنخممش العشاء كنشبعوا لكم الاختيار. صافي نقطعوها هاد الطريقه هادي، الا درتوها في الصينيه مدوره هذيك حاجه اخرى عاوتاني، راكو عارفين الطريقه غادي تقرصوا كيما قرصنا هذه مربعه نتوما غادي تقرصوها مدوره صافي. وهي الفطيره ديالنا من ألد واحلى ما يكون، لذيذه بزاف البنات خفيفه، واش غادي نقول لكم ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم كيما نقول لكم دائما حبيباتي ما تبخلوش على اختكم بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الرائعه، كذلك ما تبخلوش عليا وبارطاجيو الفيديو مع اللي عزيز عليكم باش تعم الفائده كيما نقولوا. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شي وصفاء. تحياتي وقبولاتي الحارة.